أغلبية الناس اللي كيعانيو من فقدان الشعر كيكون بسبب أسباب وراثية كتجعلو معرضة للصلع، وهي من أشهر حالات تساقط الشعر، بحيث أن كنوجدو الشعر كيتساقط بنمط معلوم في سن معين، وكيبدا يبان شكل الرأس الفارغ من الشعر في الدهور تدريجيا حتى كيشعر الشخص أنه وصل لمرحلة ديال الصلع. هادشي اللي غادي نتحدو مع الدكتورة لمياء الودغري، أخصائية في علاج الأمراض الجلدية بالدار البيضاء. دكتورة صباح الخير. صباح النور ترى. جمعة مباركة باش متمنيت إن شاء الله. أمين لله وليكم أجمعين. الله يخليك دكتورة. طيب دكتورة، بغيناك تحدثينا على تساقط الشعر الوراثي الهرموني أو الصلع الجيني الهرموني دكتورة. بالنسبة لتساقط الوراثي الجيني الهرموني، هو ظاهرة فيزيولوجية. نعم. طبعا الناس عندهم واحد القابلية جينية وارتبطين بواحد الجين اللي كيكون في العائلة، عائلة موجود في العائلة. المصابة الجن كينتظروا تبدا مرحلة ديال البلوغ عند الرجل أو عند المرأة، معنى إفراز هرمونات الجنسية هي لا تستغون الديريفيت لا تزيدوا تستغون باش يتحدوا بجوش، ويبدا واحد التأثير ديالهم على البصيلات المستوى صعر باش كيبدا يترقلي تدريجيا. واش كيترقل؟ يبقى السمك ديالهم مع الوقت فيقل دون ما يقدر يكون مسحوب او لا بتساقط شعر، الا ان تيبدا هذا التاثير على هاد البصيله اللي تتقل الحجم ديالها. كنذكر على الميناتوريزاسيون بالتدريج كيدوز لي الشعره من ديك الشعره اللي عندها واحد السمك معين ان شوف مارك باش يبدا يقضي ان شوف انترميديير. نعم. الشعره الخفيفه اللي هي تواجد الأنواع ديال الشعرات على مستوى الفروة ديال الراس، أنا أعتقد تحدد لي هذا المشكل ديال الألوبيسي أندروجين. نقدر نشوفو عند الرجال، نقدر نشوفو عند النساء. عند النساء يقدر يكون المشكل مرتبط بخلل هرموني. كيف يقدر يكون ما كاينش خلل هرموني؟ يعني إفراز مرتفع للمادة ديال التستوستيرون، إما عند الرجال هرمونات الجنسية هي ما كتكونش زيادة، تقدر تكون النقصان، أما في الزيادة ما كاينش. دونك هنا باش نحاولوا نقربوا الناس أن جوج ديال العوامل، واحد وراثي جينات موجودة تفاعل على مستوى البصيلة. كيفاش كيتم هذا؟ البصيلة تعطي واحد المستقبلات لهاد الهرمونات، وهاد المستقبلات ديالها كتسمح هاد انه يبدا وتيبدا لي تدريجيا على مراحل. كيفاش الانسان ليلة خوالو ولا يوقع؟ الا انه بالتدريج تيبدا هاد الترقيق ديال تترقق هاد الشعرات تما ما بقاش لي تيبدا لا القوى توصل لمرحلة ديال الصلع عند الرجال خاصة. نعم. طيب دكتورة، كاين سن محدد لحدوث هاد المشكل ديال الصلع او لا؟ هو السن كنقدروا يبدا لي من مرحله البلوغ. نعم. بمجرد ما تيبلغ كل جين وكيفاش غيكون التعبير ديالو عند كل انسان ولا كل حاله عائليه كيف غادي يبان. نعم. مثلا هاد كنحاولوا نشوفوا مؤشرات عند هاد العائله كيفاش بدا لها. الناس اللي كبار عندهم في السن وعندهم هاد المشكل ديال الصلع الوراثي، يعني فوقاش بدا عندهم باش تكون عندنا واحد البريفيزيون، يعني كيفاش غيكون التطور. باش نرجع للتساؤل ديال كيفاش يبدا، يقدر يبدا من 10 سنين 12 عام. بمجرد ما الانسان يكون بلغ بدا عنده افراز هاد الهرمونات ويكون وارد للجين. نعم. بمعنى ماشي حتى الواحد سن اللي كبير مثلا، هو فين البدايه ديال تفاعل ديال البصيله وديال الشعره مع هاد الهرمونات تحت امر ديال الجينات، وانه يظهر التساقط. نعم. مين هذا التأثير بدون ما الإنسان يحس بدك تساقط ولا يحس بدك تغيير باش عاد يبدا لي. مثلا النساء كنشوفوا حالات يظهر يعني لونتخي تعبير الألوبيسي جينيتيك، تيبدا لي بواحد التساقط مزمن، يحبس وتيطيح ويعاود يحبس ويعاود يخلف، إلا أن واحد المرحلة تلاحظ السيدة أن داك التساقط مابقاش يغطي لها، أن داك الشعر كيقوى، يعني داك التساقط اللي كان من غير أنه يشوفو كان معاه تأثير البصيلات باش ظهروا لي داك ثلاثة ديال الفئات ديال الشعر، تما بقاوش تيغطيو لي جزودة ديال الشعر، وهذا
الى ان يعني التاثير كيبدا من منذ البلوغ. نعم. كيف يقدر ما يبداش هنا كيبقى ليكسبريسيون تعبير ديال لي سيلف كومبلكس هوماجي وكت التعبير ديال داخل العائله كيفهم الانسان. الانسان مختلف. نعم. كنحاولوا ناخذوا واحد نسب تقريبيه فوقاش بدا الحد اللي وصلوا العائله الا ان في نفس العائله الا كانوا خوت مثلا وارثين لو جين تقدر تلقى الشاب اللي عنده 18 سنه وصل لحاله الصفر يعني الصفر 67 دونك كفاه مثلا اللي 65 سنه يلاه بابي على زوج ولا ثلاثه هذا ماشي غريب نشوفوه تنشوفوه غير هو ما كان يعني ما كنقرشكوهاش بالعمر. نعم. كيبقى الجين خاصة. نعم دكتورة كيفاش كيتم التشخيص ديالو وهاد المشكل ديال السلام؟ ديالو تيكون أولا عند الرجال هو واضح إلى حد ما الفحص السريري بطبيعة الحال كنستعينوا بواحد الجهاز هو لا ديرموسكوبي وكنبحثوا على هاد التواجد ديال هاد الثلاثة ديال النوع ديال الشعرات. نعم. هاد لانيزوتريشي اللي هو اختلاف في الحجم ديال الشعرات وتواجد ثلاثة أنواع الباكتيغ يعني يدعى على واحد المؤشر اخر هو ان الجدر اللي تيمولف يخرج لي ثلاثه ديال حتى الاربعه ديال الشعرات عرفوا بان الجدر تيخرج لي الشعره واحده هي الى يبدا يقل يلاه تيخرج لي كل جدر شعره دونك ديال هذا الف واحد المنطقه معينه الراس عند الشكل فغوبوت عند النساء هنا تيكون التشخيص طبيعي على ضروري تيمر بالفحص ديال الشعر بالفحص ديال الساقه باش يعني انا نتفق مع المريض باش نتحاور. دكتوره الا سمحتي تغيري شويه من المكان ديالك كيتقطع شويه الصوت. كيتقطع الصوت سامحني الوغ بالنسبه والتشخيص كيبقى كذلك لي زوطخ ديالغنوستيك احتمالات اسباب اخرى ديال التساقط اللي تقدر تشكل واحد ماشي مشكل اللي تقدر تخلي لو ديغنوستيك ان بي ديفيسيل خاصه عند النساء باش كيكون داك التساقط المزمن اللي كيكون على شكل افلوفيوم اما بنقص حديد اما بخلل على مستوى الغده الدرقيه يعني امراض اخرى ولا اسباب اخرى تقدر تعطي تساقط اللي يكون في البدايه التشخيص ديالو قريب يعني الشكل ديالو قريب من التساقط الوراثي الهرموني الجيني وهنا تيدخل دور الطبيب بالفحص السريري بالفحص بلا ديغموسكوبي وصولا الى يعني تحاليل اخرى ودوطخ اكزامان بحال لو تريكوغرام وهادو باش كنحاولوا نجزموا ويتم تحديد النوعيه ديال التساقط. نعم ودكتوره ممكن معاناه مثلا الجسم البشري من الضغط هذا العصبي الناتج عن بعض التاثيرات النفسيه اللي كتكون بسبب سواء ازمات او المواد الغذائيه ممكن انها تضاعف من هذا المشكل ديال تساقط الشعر. بطبيعه الحال هاد الناس اللي عندهم هذا المشكل وكيطرى لهم صغير على مستوى البصيلات هم كاعد كل الناس عرضه للتساقط اللي تيكون تفاعل. داك لي فيزيوم رياكسيونيل ايغو بحال اللي ذكرتي كيكون رد فعل لواحد ليزينمون طرا شهرين ثلاث شهور قبل من كيبدا يطرى يظهر داك التساقط اللي غيكون فجاه وبواحد واحد الخاصيه ديالو نقص التغذيه بحال اللي قلتي ان ستريس بارتيكولي قلق تعرض لراحه مرض كيف ما كان نوعو مع ارتفاع درجه الحراره هنا الشعره هي تقدر يطرى لها هاد لي فلوفيوم ايغو التساقط الموسمي اللي كنشوفوه في الربيع واللي كنشوفوه في الخريف غادي يظهر عندهم بنفس الشكل الا انه يقدر غادي يسرع لي شيئا ما انني نوصل ديك المراحل اللي غيمر منها الصلع الوراثي الجيني نعرفوا كيمر بمراحل هاد المراحل عند النساء ورست سبعه المراحل على حسب المناطق اللي غتبدا يبان فيها داك الخوا الناتج على السمك ديال الشعيرات اللي بدا تيقل. نعم طيب دكتوره بالنسبه للعلاج شنو اللي كاين واش كاين علاجات متوفره كتحيد هذا المشكل نهائيا ديال الصلع الجيني الهرموني او لا؟ الوغ بالنسبه للعلاج اول حاجه هي ظاهره فيزيولوجيه دونك الى هذا نحطوا على جنب الحالات المرضيه عند النساء
اللي كيكون فيها زيادة الهرمونات، فبالتالي الأعراض كتكون أكثر حدة. هذاك الشق اللي غيتخاد بعين الاعتبار. العلاج دونك ظاهرة فيزيولوجية ما يمكننا ما كنعالجو غير المرض ينكوغ. هنا كيكون الهدف شنو؟ الهدف أننا نوقفو داك التأثير اللي هو طبيعي بين الهرمونات وبين البصيلة حالي قلنا تحت أمر الجينات. دونك غنشدو من هذا التفاعل باش نوصلو بديك البصيلة أننا نحميوها ما يطرالهاش صغير، وأننا نوصلو بها لواحد المرحلة فاش هاد التعبير الجيني مع هاد الهرمونات غياخد واحد الحالة مستقرة. دونك الإجابة على سؤالك واش كاين شي علاج اللي كيحد حيد هاد المشكل نهائيا؟ لا ما كاينش، هذا جن مورود موجود عند الإنسان وحامل له من زيادة وغيبقى حامل له، إلا أننا كنقدروا باستعمال الأدوية أننا نحدوا من هذا التأثير. كيفاش كيكون؟ غيكون إما بديلوشيون اللي تيتوضعوا محليا وهما أدوية اللي كيعملوا على أنهم ينشطوا الدورة الدموية ويوسعوها وتيكون تأثير، أننا نحميو داك البصيلات وأننا نساعدو اللي غيكون تساقط موسمي واللي غيكون تساقط تفاعلي وخلاص على ديك الخلفة أنها تكون بصحة وأنها تنمو لي، ونحب يعني نحاولوا ما أمكن أن غولونس ديك لا روبوز بعلاجات أخرى. نعم تبارك الله عليك. نعم باقي شي حاجه؟ الحصص ديال الحقن ديال البلازما كتكون كتكميليه لهذا العلاج باش نوصلوا في الحالات المتقدمه الى زراعه الشعر، وهي اللي كنخصوها لواحد الفئه عمريه بعد ما يستقر المرض. نعم دكتورة تبارك الله عليك، شكرا لك على هذا الملخص الشامل حول تساقط الشعر الوراثي الهرموني أو الصلع الجيني الهرموني. شكرا لك على الأسبوع المفيد اللي قضينا معك دكتورة لمياء الودغيري أخصائية في علاج الأمراض الجلدية. شكرا جزيلا ورمضان كريم دكتورة. رمضان مبارك سعيد. شكرا جزيلا. بارك الله فيك دكتورة. وبعد قليل